السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. هل سينجح تركي آل الشيخ في إقناع الفيفا بجعل الفريق الفائز بالبطولة العربية للانضمام لبطولة كأس العالم للأندية؟ قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي يصلكم كل جديد. أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي على تكثيف محاولاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمشاركة حامل بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في كأس العالم للأندية. وقال تركي آل الشيخ لبرنامج صدى الملاعب: قطعنا شوطا كبيرا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مشاركة الفريق الفائز بالبطولة العربية في كأس العالم للأندية. وعن توقعه بالفريق الفائز بالبطولة: أتوقع تتويج الزمالك أو الهلال السوداني أو أحد الأندية السعودية بالبطولة، ولكن كأس زايد نارية ولا يستطيع أحد توقع النتائج. البطولة ناجحة حتى الآن على كافة الأصعدة والميادين، وتقام حاليا بقية مباريات الإياب ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس زايد للأندية لأبطال. وكانت أبرز المفاجآت هي خروج النادي الأهلي على يد الوصل الإماراتي بعدما تعادل في الذهاب 2-2 ثم في الإمارات 1-1. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.